محدش بيحبك، محدش بيطيقك، الناس كلها بتكرهك، الناس كلها بتاخد جنب منك، بس انت مش فاهم هو فين المشكلة. تعالوا بينا بقى نعرف النهاردة ازاي نتعامل مع الناس اللي بتكرهنا، ونبدأ الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنتعرض للأذى في حياتنا، في ناس بتعرف تعدي وتتجاوز، وفي ناس تانية بيسبب لها دوت بعض القلق وبعض التوتر. خلينا نعرف النهاردة ازاي نفهم مشاعر الغضب ومشاعر الكره، وازاي نقدر ان احنا نتعامل معاها. اول حاجة لازم نفرق في حياتنا ما بين مشاعر الكره ومشاعر الغضب اللي بنقابلها في الدايرة اللي حوالينا، وسلسلة المشاعر التانية المؤقتة اللي بتحصل لنا بسبب مواقف معينة، كراهية من بعض الناس او مننا احنا لما بنكون اكثر عنفا، وبتشكل شكل من اشكال العداء الغير مبررة اللي بيستمر لمدة طويلة، واحيانا بيكون من اشكال العداء المبررة. طبعا خلونا متفقين في الاول ان المشاعر دي بتكون مؤذية لصاحبها اكتر من الشخص المكروه نفسه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونتكلم ازاي نتعامل مع الناس اللي بتكرهنا، مع اول نقطة مهمة جدا وهي التصالح مع الذات. هنقابل في حياتنا ناس تحبنا وناس كرهانة وناس رفضانة وناس مش بتكننا اي مشاعر، يعني ناس عاديين في حياتهم. اهم حاجة ان كل ده ما يأثرش علينا ولا يهز شخصيتنا، لان وسط الناس دي والناس دي في ناس بتنتقدنا لمجرد الانتقاد، هما فكرهم هدام، وناس تانية بتظن بيه ظن سوء. المهم ان الانسان يكون بيحترم ذاته ويثق بنفسه وبقدراته، وما يكترش على نفسه قوي في المشاعر دي لانها بتأثر عليه، خاصة لو ما اخطأش في حق الاخرين وكان السلوك بتاعه سلوك حسن معاهم وما قصدش معاهم اي حاجة انها تسبب لهم ضيق منه او تسبب لهم نفور من شخصيته. اضافة لان بعض الناس بيستخدموا اساليب خطأ في حياتهم بتسبب لهم مشكلة انهم بيتفهموا غلط، والناس مش بتعرف تتعامل معاهم او بتتجنب المعاملة معاهم. فاول نقطة مهمة جدا في موضوع ان احنا نتعامل مع الناس اللي بتكرهنا، التصالح مع الذات. تاني حاجة بقى اننا لازم نقرب من الناس دي ونكتشف سبب مشاعرهم دي، يعني لازم نعمل محاولة ناجحة، محاولة ناجحة ان احنا نحسن علاقتنا بالناس او الاشخاص اللي بيكرهونا، ونناقشهم بهدوء في بعض النقاط اللي ممكن يكونوا فاكرينها غلط عننا، وده مش هيحصل خالص من غير ما نقرب منهم ونعرفهم ونعرفهم كمان علينا. يعني مستحيل يكون حد ما تعاملتش معاه بس خايف اتعامل معاه او مش حابب اتعامل معاه لاني بحس من ملامح وشه او من طريقته ان هو مش حاببني. بالعكس، المفروض ان انا اقرب منه واعرفه عليا، وبعدين اشوف هل هو هيحكم عليا فعلا انا صح ولا غلط. ممكن يكون الشخص ده غضبان مني بلا سبب، وبعض الاشخاص فعلا بتكون كده، ودول كتير جدا جدا بنصادفهم، واحيانا بيغضبوا مننا بسبب سلوك خاص احنا بنعمله غلط، حاجة احنا بنعملها ممكن نكون بقت عادة عندنا واحنا مش عارفين هي فعلا صح ولا غلط، او مش واخدين بالنا ان التصرفات بتاعتنا بتكون غلط. وبعضها كمان بيكون مبني على موقف معين ولد تلك المشاعر عند الشخص ده وخلاه يبعد عنك، وبسببها كمان ان انت سبتها زادت عنده المشاعر دي مع مرور الوقت. ويعني لو انت فكرت دلوقتي اللحظة هتلاقي ان بعض الناس في حياتك كده، لكن انت ما فكرتش للحظة ان انت تفهم ده بيحصل ليه. لو انت افتكرت حاجة دلوقتي وانا بتكلم معاك في بعض الناس دي، ركز كويس جدا في الامور اللي انت افتكرتها في شخصيتك فعلا فعلا ممكن تكون السبب في ده، ودور على مبرر لنفسك ازاي تنسحب من الحاجة دي وازاي تحلها. تالت حاجة هتكلم عنها بعض التصرفات. بعض التصرفات اللي احنا ممكن نكون بنعملها من غير قصد عندنا بتحفز الطرف التاني ان هو يكرهنا، لازم نتجنبها علشان نبعد او نقلل من حدة الكراهية دي. والمشكلة هنا بقى ان في بعض الناس بتتعرض لمواقف بسبب الوظيفة بتاعتها، يعني مثلا المدرسين دول طبعا احسن ناس لان انا اكيد مدرسة، فاكيد دي هقول ان هي حاجة جميلة جدا. لكن مثلا يوم الامتحان المدرس الجميل الحبوب اللذيذ الفرفوش ده بيتحول لحاجة كده صعبة جدا، وبيبقى في نظر الطالب دراكولا، فبيحبوش وبيكرهه وبيبقى غضبان منه وبيبقى مش عايز يقوله حتى صباح الخير.
علشان كده في بعض الوظائف بتخلي بتفرض نفسها على الناس اللي حوالينا انهم بيكرهونا. زي ايه؟ زي مثلا الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا موظفين الضرايب، بتهيألي مفيش حد بيحبهم قوي يعني. الموظفين اللي الناس اللي ليهم علاقة بالفواتير وجمع مستحقات مالية من الناس، يعني بصراحة الوظيفة بتاعتهم بتفرض نفسها لكره الناس ليهم. ساعتها بقى للأسف مش هيعرف يتخلص من ده، لأنه بيأدي واجب خاص بيه ما ينفعش يتوقف عنده، وإلا هيترفد من الشغل بتاعه. بقى عند نقطة مهمة جدا، وهي إننا لازم نظهر الجانب الحلو اللي فينا لكل الناس اللي حوالينا. كره الطرف التاني لينا ده بيكون بسبب إن احنا مشغولين قوي في الحياة ومنخرطين في تصرفاتنا الذهنية والمهنية والحاجات اللي بنعملها غلط، من غير ما نظهر المشاعر الحلوة اللي عندنا للناس ونقابل الإساءة بتاعتهم بحاجات حلوة عندنا. فعلشان كده لازم نظهر الجانب الإيجابي ونتجنب ردود الأفعال الغلط، ونحاول إن احنا نكون عندنا صبر وضبط نفس وتجنب للعصبية وتجنب للعواطف المقهورة اللي بتزيد جوانا الأمر سوء. إضافة كمان لحاجة مهمة قوي قوي قوي، إن لازم يكون عندنا ثقة بنفسنا، لكن ما يكونش عندنا غرور بشخصيتنا. الثقة بالنفس هي اللي هتولد عندك رغبة قوية قوي في إظهار الجانب الإيجابي اللي عندك، وكمان هتحاول بثقتك بنفسك إنك هتحبط محاولات الآخرين إنهم يكرهوك ويوسعوا دايرة الكره اللي حواليك. وما تقللش من نفسك أبدا، بالعكس خلي أفعالك دايما هي اللي بتثبت نجاحك للناس، وهي اللي بترفع من عزيمتك وبتحط من عزيمة الطرف الآخر علشان توقفه عند حده وتشعره دايما بخطأه. وأحيانا العجز عن الرد والتصرفات بطريقة تكون مهينة أو فيها كره لبعض الشيء بيوقف نجاح وطموح بعض الناس. علشان كده اوعى توقف نجاحك أو طموحك لمجرد دوافع غير إيجابية من ناس سلبية منتشرة حواليك. خلونا نتكلم على نقطة مهمة جدا ومن باب الأمانة لازم نذكرها. أحيانا بيكون علاج الكره التجاهل، التجاهل وعدم الاهتمام. الطريقة الأفضل للتجاهل للتعامل مع بعض الناس الكارهين لينا في حياتنا هي التجاهل وعدم الرد عليهم، وده يعني مش بيكون بسبب ان احنا خايفين منهم او مش واثقين في نفسنا او مش واثقين فيهم هم، او اننا عاجزين عن الرد، او ان احنا مش عارفين نتعامل معاهم، لا، لكن بقصد الحفاظ على الايجابية اللي عندنا وبقصد الحفاظ على سعادتنا وعلى مزاجنا الحلو. فبنبتعد عن الاشخاص السلبيين الكارهين الحاقدين، وبنلتف كده بالاحبه بتوعنا، بنلتف باحبتنا علشان نوسع طاقه نفسيه صحه نفسيه لينا احنا. فبنتجنب اللي بيزعجنا وبيعكر علينا صف حياتنا ومزاجنا، والناس اللي بتسيء لينا والناس اللي بتهنا بنتجنبهم كتير جدا، وبنحاول ان احنا نقرب من الناس الحلوه المنوره المريحه اللي في حياتنا. وصدقوني دي ممكن تكون وسيلة وحيدة لإسكات الكاره ليك في حياته، وبيلزمه حدوده، وبالتالي بيخليك تتجنب حتى اللقاء بيهم يعني، أو الخروج معاهم، أو حتى السيطرة على تصرفاتهم اللي مش لطيفة حتى من بعيد. احنا كده اتكلمنا على الجانب النفسي مع الناس اللي بتكرهنا. تعالوا بقى نعرف الجانب القرآني قال لنا ايه. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان كلنا بنتعرض للأذى، وفينا ناس فعلا فعلا بتعرف تتجاوزه وتعيش حياتها بحلم وبعفو وكده، لكن فينا ناس مش بتقدر. طب ازاي احافظ على نفسي من المشاعر بتاعة الكراهية والغل والحقد والحاجات الوحشة دي خالص؟ القرآن الكريم اشار ليها في ثلاث مواضع، ثلاث مواضع في القرآن اشارت للحل للوقاية من المشاعر اللي فيها كراهية. أول موضع فيهم كان في نهاية سورة الحجر، قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي أواخر سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي أواخر سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ايه دوت بقى؟ تعالوا ناخد هنا الشاهد في الكلام اللي احنا قلناه. ثلاث مواضع اللي في نهايه سوره الحجر: لقد نعلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. في اواخر طه: فاصبر على ما يقولون وسبح. في اواخر قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح. التسبيح بيقي القلب من اي اذى،
التسبيح بيقي القلب من أي كلام جارح، التسبيح بيقي القلب من أي شعور سيء. الذكر والتسبيح ومعية الله هي هتكون العلاج لينا من أي كلام سلبي أو أي كلام يجرح أو أي كلام بيسبب لنا أذى. أتمنى كلنا نتخلص من الأشخاص الكارهين لينا في حياتنا، وأتمنى كمان أن ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويكفينا شرورهم. علشان كده أتمنى كمان تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.